السلام عليكم، نكمل مع بعض فيديوهات مراجعة الميد تيرم وندخل في الجزء الثالث اللي هو رسم الايزومتريك. وفي الفيديو ده هنبدأ بأول تمرين، واللي هو التمرين ده ناخد في جزء مراجعة الميد تيرم لرسم الايزومتريك 5 تمارين. ده أول تمرين فيه. التمرين ده عبارة عن قاعدة فيها نص دائري، نص اسطوانة، جزء نص اسطوانة اللي هو الجزء اللي تحت ده كده، وفي ثقب، وعندي نوت اسطوانة كاملة والاسطوانه دي فيها ثقب. ده الصعوبه في الايزومتريك ده. طيب هنبدا ازاي نرسمه؟ هنبدا اول حاجه نرسم النص الاسطوانه ده، او نص، نبدا من نص الاسطوانه دي. طيب ترسمه ازاي؟ انا عندي 3 اوضاع للاسطوانه. لو كنت ما اتفرجتش على فيديوهات الشرح لازم ترجع تتفرج على فيديوهات الشرح عشان تبقى عارف ازاي تستخدم الادوات، لان انا هرسم هنا بالايه؟ بالبرنامج، فمش هيبقى مش هستخدم بيه الادوات، ففيديوهات الشرح اللي انا بستخدم فيها الادوات. هفكركم حاجة صغيرة بس، اللي عندي 3 أوضاع للأسطوانة. إذا كانت الأسطوانة ماشية من اليمين للشمال فكنت برسم المحاور بتاعتها بالشكل ده كده، ده مايل بزاوية 30 بالشكل ده كده، وكنت برسم هنا المعين كده وأقوم أخد الأسطوانة كده للشمال، الامتداد بتاعها للشمال. طيب ولو كانت الأسطوانة امتداد بتاعها لليمين، لا هنرجع هنا كده، أو لو كانت الأسطوانة لليمين بقوم راسم كده سنتر لاين، وأقوم راسم الخط مايل للناحيه الثانيه كده بزاويه ايه؟ 30 الناحيه الثانيه، واقوم راسم المعين هنا، والاسطوانه تبقى ماشيه للاتجاه اليمين. طيب لو الاسطوانه فيرتيكال او راسيه بقوم ماشي اخد كده محور لليمين او للشمال كده مايل بزاويه 30، ومحور ثاني لليمين كده مايل بزاويه 30 بالشكل ده كده، والمعين هنا، وبتطلع الاسطوانه لفوق، اللي هم ال3 اوضاع بتوع الاسطوانه. انا عندي هنا الاسطوانه واحده في وضع فيرتيكال وواحده في وضع اللي هو الايه، اللي هو مايل للناحيه الشمال. يبقى انا هستخدم المحاور اللي في الوضع ده والمحاور اللي في الوضع اللي هو ده، تمام. يبقى احنا بنرسم الالبس اللي هنا ده، ناخد الوضع اللي هو الايه اللي تحت، اللي هو اخر وضع اللي هو مايل ناحيه 30 ناحيه اليمين ومايل 30 ناحيه الشمال. يبقى اول حاجه نبدا نرسم المحاور اللي هي بتاعت الالبس اللي تحت ده. هنجي كده اهوت في اي مكان كده تحت، ونرسم كده محور مايل بزاويه 30 لليمين، ومحور مايل بزاويه 30 كده للناحيه الشمال، تقلب المثلث بتاعك يعني، تمام. بعد كده نرسم المعين عليه. المعين هنا هيبقى مدي لي نص قطر الاسطوانه اللي هو 19، لان عرض الجسم كله 38، يبقى النص كام؟ هو 19. يبقى انا هاجي كده اهوت من السنتر من هنا كده، اخد 19 يمين، بعد كده اقوم اخد كده ماشي كده بزاويه 30 بالمثلث كده 19، بعد كده اقوم راجع كده 38، بعد كده اقوم راجع كده 38، واقوم جاي كده 38، واقوم جاي كده مقفل كده المعين بتاعي. طبعا انا معايا المثلث بالشكل ده كده، ارسم لك المثلث اهو عشان تعرف انت بتستخدمه ازاي. اداكم كده، ده كده معايا زاويه قايمة، بعد كده ده معايا مايل بزاوية كام؟ مايل بزاوية 30، هيبقى هنا كده، تمام. ده كده المثلث بتاعي، المثلث بتاعي ده، لحظة اهو المثلث ده كده، اخده من هنا كده وانا برسم الخط ده كده، اللي هو الخط ده او الخط ده او الخط ده اهو، تمام. طيب لو انا عايز ارسم الخط ده او الخط ده او الخط ده، بقوم قلبه كده الناحية التانية اهو اهو كده، تقوم راسم بالخط ده كده، الخط ده كده والخط ده كده، تمام. انا اخدت كده، خليني ده هنا كده عشان تبقى عارف المثلث بتاعك وبتستخدمه ازاي. بتستخدمه مره كده ومره تقلبه الناحيه التانية، يعني يا كده يا اما برضو ايه، ممكن تقلبه تستخدمه كده اهو اهو بالشكل ده كده اهو، ترسم ده كده، تقوم جايب بيه الخط ده والخط ده والخط ده، تمام كده. يبقى انا كده معايا، انا خدت من هنا كده خدت 19 اللي هي نص القطر، اللي هو نص القطر كده، وبعد كده رحت اخد 19 كده، بعد كده 38، رحت راجع 38، في 38 رحت مقفل المعين بتاعي. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ انت كده رسمت المعين، انا برسم المعين بتاع الاليبس اللي تحت ده، الاليبس او نص اليبس اللي تحت ده. طيب المعين بتعمل فيه تاخد الزاويه المنفرجه بتاعته. انا معايا الزاويه دي منفرجه والزاويه دي منفرجه، انما دي حاده ودي حاده، لا انا باخد المنفرجه، اخد المنفرجه دي كده اقوم موصلها بالسنتر ده كده، اللي هو تقاطع السنتر مع نص المعين،
وبوصلها للنقطة التانية دي اللي هي تقاطع السنتر ده مع المعين من هنا، اللي هي تعمل 7 في 8 من الزاوية المنفرجة التانية دي كده اهو. احنا بنقول ايه؟ 7 في 8 اللي هي زاويتين المنفرجتين، مرة واحدة 7 ومرة تاخد من عندها 8. كده انت استنتجت كام نقطة؟ 4 نقط، معايا النقطتين المنفرجتين، الزاويتين المنفرجتين، ومعايا نقطة التقاطع دي اللي انت جبتها، ونقطة التقاطع التانية اللي انت جبتها. انا محتاج هنا كام نقطة؟ محتاج بس نقطتين، او محتاج كيرفين عشان اعمل نص الاليبس. لو انا عايز اعمل الاليبس كله يبقى لي معايا النقطة التانية التالتة الرابعة اجيب منهم الاليبس. لا، انا عايز نقطة، عايز نص الاليبس بس، يبقى انا هستخدم نقطتين. طب ايه النقطتين اللي انت هتستخدمهم؟ عندي النقطة دي كده اجيب منها نص الاليبس ده كده. طب النص الاليبس اللي هنا، الجزء الكيرف اللي هنا ده مرسوم؟ لا مش مرسوم، يبقى انا مش عايز. يبقى انا هركز هنا عند المنفرجة دي واقوم فاتح من اول المنفرجة لحد هنا كده، واقوم عامل اول كيرف بالشكل ده كده، تمام. بعد كده اقوم فاتح من هنا كده التقاطع ده كده، افتح لحد هنا بالبرجر، واقوم عامل النص التاني ده كده. يبقى انا كده استنتجت ايه؟ اول نص كيرف اللي هو تحت ده. طيب انا عايز استنتج اللي فوق ده، نص الكيرف اللي فوق ده، اقوم عامل ايه؟ رايح كده من عند كل نقطة، انا كل نقطة سنتر لمركز، سنتر للقوس اللي انا جبته، ونقطة البداية ونقطة النهاية، اقوم اخد اسقاطها لفوق بمسافة كام؟ بمسافة 8 اللي هي الجزء ده كده. طيب انا فين معايا؟ انا جبت القوس ده كده من السنتر هنا كده، اقوم طالع منه رأسي 8 كده، انا جبت النقطة الجديدة. طيب عايز اجيب نقطة البداية ونقطة النهاية، نقطة البداية كانت هنا، باخد من النقطة دي كده رأسي لفوق 8، ونقطة النهاية من هنا كده اخد رأسي لفوق 8. يبقى انا كده جبت نقطة السنتر الجديدة اللي هي دي، ونقطة البداية اللي هي النقطة دي، ونقطة النهاية النقطة دي. اقوم جاي فتح البرجل بتاعي من هنا كده، من السنتر لحد نقطة البداية، واقوم راسم كيرف بالشكل ده كده. خلينا نرسم بالخط اللي هو الايه؟ الخط الاسود اهو. افتح اركز هنا في النقطة الجديدة بقى، واقوم فاتح للنقطة الجديدة لحد النقطة الجديدة. يبقى انا كده رسمت الكيرف التاني. طب عايز ارسم ده بنفس الـ نفس الـ نفس النظام برضه، ونفس العملية، اللي انا هقوم جاي كده طالع من السنتر، من السنتر اللي انا اهو، اللي انا كنت واقف عند وانا بعمل القوس القديم، كنت واقف السنتر هنا، اقوم طالع منه راس لفوق 8، جبت النقطه الجديده. بعد كده نقطه البدايه اللي كانت هنا طلعت منها 8 اهي. طب نقطه النهايه كانت هنا، اقوم طالع منها 8. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت نقطه السنتر والبدايه والنهايه. اقوم فاتح البرجل بتاعي، اركز هنا كده، اركز هنا كده، واقوم فاتح من اول هنا كده، واقوم عامل نص الدايره الناحيه التانيه دي كده، تمام. طيب دي كده، ده عباره عن خط راسي مماس من هنا كده لحد ليه؟ لحد التانيه دي كده. اقوم جاي كده اخد خط مماس، ممكن هنا بالايه؟ بالمثلث بتاعك بالشكل ده كده اهو. بص كده من اي مكان كده اهو، تقوم جاي حاطه كده. اول ما يعمل مماس مع الخط ده، مماس مع السنتر، مع اهو مماس مع الدايره الاولى والدايره الثانيه، تقوم ساحب الخط بتاعك هنا كده اهو، تمام. انا هعمله لك، خلي المثلث ده هنا كده، هيبقى بالشكل ده كده اهو، مماس من ده كده، خط راسي يعني، تمام، ليه هنا كده، تمام. اللي هو بعد كده تيجي مسح الزياده بتاعتك اللي هي تبقى دي، وعندك في جزء كمان جوه هنا اهو اللي هو الجزء ده كده، تمام. يبقى انت كده ايه؟ رسمت الاليبس او نص الاليبس ده. طيب بعد كده عايز ترسم الدايره اللي جوه دي، او الثقب بتاعك اللي جوه ده. طيب الثقب ده على ارتفاع قد ايه؟ على ارتفاع 8 من القاعده، لانه هو على وش السطح ده. يبقى هاخد من السنتر ده كده، تعالى بقى نغير اللون بتاعنا، نغير اللون بتاع الاليبس بتاع الداش، خليه باللون دي السنتر لاين، خليه باللون الاحمر المره دي، تمام. يبقى انا اخد كده، عايز اجيب السنتر الجديد، اخد من السنتر ده كده 8 لفوق، يبقى ده كده السنتر الجديد، تمام، اللي هو بتاع الاليبس ده كده. اقوم جاي بقى منه كام؟ هو الاليبس قايل لي اللي هو فاي 20، يبقى نص القطر 10. اقوم اخد كده بقى، اخد كده بزاويه 30 10، بعد كده اقوم اخد كده بزاويه 30 10، بعد كده اخد كده بزاويه 30 20، بعد كده اخد كده بزاويه 30
كده 20 اهو، بعد كده اقوم راجع كده بزاويه 30 20، بعد كده اقوم مقفل الاليبس بتاعي بالشكل ده كده. تمام، ده طبعا هتكمله كده، هتكمل كده اللي هو السنتر لاينز بتاعتك اهو اهو. تمام، وهتعمل سنتر لاين من هنا كده مايل بزاويه 30 وتمده الناحيه التانيه بالشكل ده كده. تمام، يبقى انت كده رسمت ايه؟ رسمت السنتر لاين او المعين الجديد اللي هو باللون الاحمر ده اللي انت هترسم عليه الاليبس ده. طيب فين الزاويتين المنفرجتين؟ ادي واحده وادي الثانيه اهي. تمام، اللي هي انا بتكلم على الخط اللي هو الايه؟ المعين اللي هو بالاحمر، مالناش دعوه بالازرق خلاص، انا برسم اللي هو بالاحمر. طيب المعين اللي هو بالاحمر اقوم موصل 7 في 8 من عند الزاويه المنفرجه، المنفرجه اهي، اقوم موصل بالسنتر التقاطع ده كده مع السنتر، والتقاطع التاني ده مع السنتر كده، انا عملت السبعه بالشكل ده كده. طيب الثمانيه اقوم جاي من عند التقاطع ده كده اهو، من الكورنر ده، من الكورنر ده للتقاطع ده كده. تمام، ومن الكورنر ده للتقاطع التاني ده، عشان اعمل الثمانيه بتاعتي اهي، الثمانيه دي. تمام، طيب كده استنتجت كام نقطه؟ 4 نقط. تعالى نرسم بقى الاليبس بتاعي، خليني ارسمه باللون الاخضر، خليه باللون الاخضر. هجيب البرجل عند الزاويه المنفرجه دي واقوم فاتح، اركز هنا في المنفرجه دي واقوم فاتح لحد هنا كده، واقوم راسم اول كيرف. تمام، اهو الكيرف ده. بعد كده اقوم واقف كده عند التقاطع اللي هنا ده كده، التقاطع ده كده، واقوم فاتح لحد هنا وجايب تاني كيرف. انا بوقف هنا واقوم فاتح لحد هنا. تمام، واقوم جايب كيرف تاني كيرف. بعد كده اقوم واقف في المنفرجه الثانيه، المنفرجه الثانيه اللي هي دي اهو، واقوم فاتح لحد فين؟ فاتح لحد دي كده، واقوم راسم تالت كيرف بالشكل ده. تمام، بعد كده النقطه الرابعه اقوم فاتح واقف هنا كده في التقاطع ده، واقوم فاتح من لحد هنا كده، واقوم راسم رابع كيرف بالشكل ده كده. يبقى انا كده رسمت الايه؟ رسمت الاليبس ده. طيب في جزء من الاليبس اللي تحت ده، الجزء من الاليبس اللي تحت ده اللي هو على استقامه الجزء ده، على استقامه يعني بيقول لك ان ده اللي هو ايه؟ نهايه الثقب بتاعي، نهايه الثقب بتاعي. طيب اجيبه ازاي؟ هتنزل 8 من الاليبس اللي انت عامله ده عشان تجيبه. انا معايا الكيرف ده كده اللي هو مماثل للكيرف اللي فوق ده، الكيرف اللي فوق ده، يبقى هنزل منه الاسقاطات بتاعته. طيب الاسقاط بتاعته وانا برسم الكيرف ده كده، هنزل من كل نقطة اللي هي السنتر ده ونقطة البداية دي ونقطة النهاية دي، هنزل منها التمانيات. طيب تعالى ننزله، يبقى تيجي من هنا كده هتنزل كده 8، يبقى النقطة دي نقطة جديدة، بعد كده نقطة البداية اهي تقوم نازل منها 8 اهي، وبعد كده نقطة البداية، وادي نقطة النهاية تنزل منها كام؟ تنزل منها 8 بالشكل ده، يبقى دي نقطة النهاية. بعد كده تقوم فاتح البرجل بتاعك، تركز هنا كده وتقوم راسم من البداية دي كده لحد ايه؟ لحد النهاية دي كده. تمام؟ هتلاقي في جزء باقي هنا كده اللي هو الجزء ده اهو، الجزء ده كده. ممكن اقول لك ايه؟ انزل عشان تجيبه، هتنزل من هنا كمان كده، من السنتر ده كده، من السنتر ده كده اللي انت كنت بتجيب منه الكوز ده، هتقوم نازل منه 8 اهو، 8 كده، وتنزل من السنتر التاني ده اللي انت كنت بتجيب منه الكوز ده. لا ثواني، انا نزلت من السنتر غلط، مش من ده، هتنزل من السنتر ده اهو، من السنتر ده ده كده، هتنزل منه 8 وده كده اهو، التقاطع ده كده، هتقوم نازل منه كام؟ 8. تمام، يبقى انت كده دي نقطه السنتر الجديده، ودي نقطه البدايه اهي، ودي السنتر الجديده ونقطه بدايه للكيرف التاني. هتقوم جاي كده ركز هنا كده وتفتح لحد هنا، وتيجي عامل الجزء ده كده بس لحد هنا، وتركز تاني، تركز هنا كده وتيجي فاتح لحد هنا كده، وتكمل الكيرف بتاعك بالشكل ده كده لحد هنا بس، لحد هنا كده. يبقى انت كده رسمت ايه؟ ده كده. تعالى لونه لك، خليه باللون وليكن الازرق، وده كمان ازرق، عشان يبقى انت كده رسمت ايه؟ اللي هو نهاية الاليبس بتاعك، اللي هو نهاية الثقب بتاعك اللي هو تحت ده. تمام، يبقى انت كده رسمت ايه؟ الاليبس ده والاليبس ده، الاليبس ده والاليبس ده والاليبس ده والاليبس ده، اللي هم الاربعة اللي هنا دول.
تمام، تعالى بقى كمل الجسم بتاعك. طيب الجسم بتاعك فين؟ جاي من هنا كده، من هنا كده، جيب الخطوط العادية عندي، بيقول لك من المحور ده كده لحد هنا 18، قوم جاي من المحور ده كده ماشي من هنا كده 18، خلي باللون الأسود بقى، نكمل باللون الأسود، هتمشي من هنا كده 18، ده اللون الأحمر، اللون الأسود، هتمشي من هنا كده 18 أهو، وتمشي من الناحية التانية دي كده 18 بالشكل ده كده، بعد كده تقوم موصلهم ببعض لهنا كده، تمام، بعد كده تقوم طالع المسافة دي اللي هي 18، هي طالع من هنا كده 18، وطالع من الناحية التانية دي كده 18، وتقوم موصلهم ببعض، تمام، انزل لتحت كده شوية أهو، بعد كده تقوم جاي داخل المسافة دي اللي هي تبقى كام؟ هنا بيقول لي المسافة دي 8، قوم جاي كده من هنا كده ماشي كده بزاوية 30 8، وتقوم راجع كده المسافة دي بزاوية 30 اللي هي تبقى 38 عرض الجسم يعني، تقوم مقفل كده، بعد كده تقوم نازل من هنا كده المسافة 18 رأسي 18، بعد كده تقوم ماشي المسافة دي، هو بيقول لك المسافة دي كده من هنا لحد هنا 20، أخدت منه دي 8، يبقى الباقي الحتة دي كده 12، هتيجي آخد من هنا كده ماشي كده 12، تمام، بعد كده تقوم طالع لفوق، ثواني أنا طلعت الخط ده كده كان غلط، أمشي كده بزاوية 30 12، بعد كده تقوم طالع رأس لفوق اللي هي الخط ده، أنا كده كده ماشي واقف لحد هنا، هتقدر تطلع الخط الرأس اللي فوق ده هيبقى كام؟ هو بيقول لك من أول الجسم لحد آخر الجسم 70، خدت منه 8 يبقى 62، يبقى أمشي من هنا كده رأسي 62، تمام، بعد كده ممكن اصغر شويه، ممكن انزل لتحت، خلينا ثواني اصغر لك، بعد كده تقوم ماشي كده دي 8 اهو كده 8، بعد كده تقوم نازل بقى ال 70 بتاعتك اهو، بعد كده تقوم مقفل لحد نهايه الجسم كده اهو، شوف انا كده ايه رسمت الجزء اللي هنا ده كده، تعال نكبر شويه، الشكل ده كده كده تمام، نقفل الجسم بتاعنا بقى، يبقى هنيجي كده عرض الجسم كله 38، امشي كده اهو بزاويه 30 38 38 بطول 38، همشي كده ارجع كده 8، بعد كده اقوم مقفل الجسم بتاعي كده، بعد كده عايز انزل من هنا المسافه دي، انا جيت من هنا المسافه دي قد ايه؟ جيت المسافه دي اللي هي كانت 62، اقوم ماشي كده 62 لتحت 6 2، تمام، بعد كده اقوم موصلها اخر كده زاويه 30، خلاص ملهاش لازمه، خلاص ملهاش لازمه انها مش باينه، واقوم مسح الزياده بتاعتي دي، تمام كده، يبقى انا كده ايه رسمت الجزء ده كده، فاضل ان انا اخد من هنا كده خط اللي هو الخط المائل بزاويه 30 لحد 100 ده اللي هو الخط اللي هنا ده كده، تمام، بعد كده الدور الباقي اللي انا ارسم ايه؟ ارسم الاسطوانه دي وفيها الثقب. طيب الاسطوانه دي ايه المشكله اللي فيها؟ المشكله ان انت تجيب السنتر بتاعها، لو جبت السنتر بتاعها يبقى انت كده خلاص خلصتها. طيب تجيب السنتر بتاعها ازاي؟ بص كده وبيقول لك ان السنتر ده السنتر بتاعها على ارتفاع 42 من سطح الجسم ده، من السطح ده كده، السطح ده اللي هو على استقامه الخط ده. طيب لو جينا نجيبها مثلا من فوق من هنا، انا عايز انا همشي كده، ممكن اجيب كده هرسم لك خط سنتر لاين من النص من هنا كده، طبعا انت عايز كده النص، تمشي كده 19 وتقوم نازل خط راسي كده بالشكل ده كده، خلي السنتر بتاعي باللون الازرق، تمام، سنتر لاين باللون الازرق كده، تمام، انا عايز كده ايه، عايز اجيب السنتر لاين اللي هو هيبقى هوريزونتال، انزل كام من فوق؟ تعال نحسبها، بيقول لك ان المسافه من السنتر لاين بتاعتك، من السنتر لاين بتاعك اللي هو السنتر لاين بتاع الاسطوانه دي لحد السطح ده 42، 42 ويحط عليهم الثمانية اللي تحت دي يبقى 50، 50 يبقى من الجسم كله 70، يبقى انا هنزل من فوق كام؟ 20، يبقى انا لو نزلت من فوق كده 20 يبقى كده انا جبت ايه؟ سنتر الاسطوانه، اقوم اخد كده يبقى كده ده السنتر بتاع الاسطوانه، تمام؟ ده السنتر كده. طيب بس خلي بالك هنا السنتر، انا عايز اجيب بس حدد النقطه ديت، استنى احدد لك النقطه دي اهي اهي كده، النقطة ديت اللي هي بتاعت سنتر الأسطوانة، بس خلي بالك السنتر ده مش على السنتر ده، ده هو
طلع كده لبره كام؟ 17. يبقى انا اجي من هنا كده من النقطه دي اقوم ماشي كده بزاويه 30 طول 17 اهي. طب اعمل ازاي الزاويه دي؟ بص كده لحظه اهو، هتقوم جاي كده المثلث بتاعك تقلبه بالشكل ده اهو، هو بالشكل ده خليه بالشكل ده كده اهو، خليه بالشكل ده كده، يعني دي كده يبقى عمودي على الورقه بتاعتك او عمودي على المسطره في الدي، تقوم جاي كده حاطه هنا كده اهو تمام، وتقوم ساحب الخط بتاعك من النقطه دي، خلي ده كده على جنب، من النقطه دي كده يبقى انت تسحب لبره كام؟ اللي هو طول الاسطوانه 17 تمام، امسح النقطه دي خلاص 17، يبقى كده دي النقطه الجديده اللي هتبقى السنتر ده، لو جبت السنتر ده خلاص كل حاجه اتحلت، يبقى كده اللي عليه الدور اللي انت تعمل المحاور بتاعتك، ده هيبقى مايل كده زاويه 30 ناحيه اليمين وناحيه الشمال كده تمام. بعد كده هو ده خط راسي، ده سنتر لاين راسي اهو تمام، ومده الناحيه الثانيه بالشكل ده كده، يبقى انا كده جبت الاثنين سنتر لاين. تعالى اعمل المعين بتاعك، المعين بتاعك هنا بيقول لك ان دي الاسطوانه دي فوق 38، يبقى نص القطر 14، تيجي جاي ياخد من هنا كده من السنتر ده كده ماشي 14 بزاويه 30 اهي 14، بعد كده تطلع راسي 14، بعد كده تيجي جاي كده 28، بعد كده تقوم نازل لتحت كده 28، بعد كده تقوم جاي كده 28، بعد كده تقفل المعين بتاعك، يبقى انت كده رسمت المعين. تعالى خلوه لك باللون الاحمر عشان تميزه، معين بالسنتر لاين خليه باللون الاحمر كده تمام. طيب فين الزاويه المنفرجه عشان تعمل 7 في 8؟ الزاويه المنفرجه دي والزاويه دي، اقوم جاي كده خلي بالسنتر لاين اللون البايلير ازرق اهو، اقوم جاي من هنا كده للسبعه اهي، من هنا كده لحد هنا، ومن هنا لحد لحظه ثواني، انا عايز 7 في 8 يبقى لحد هنا كده، ادي 7 في 8 اهي لحد هنا كده تمام، يبقى كده دي معايا 7. طيب 8 جاي من الزاويه المنفرجه الثانيه لهنا كده ولهنا، تقاطع اللي هو ايه؟ تقاطع السنتر لاين مع الضلع بتاع المعين. يبقى انا كده جبت النقطه البدايه ونقطه ادي 1 2، ومعايا النقطتين بتوع الزاويه المنفرجه اقدر ارسم بيهم الايه؟ ارسم بيهم المعين. تعالى نروح للخطوط الخط العدل، اقوم اخد البرجل واقف هنا كده عند المنفرجه ديت، واقوم فاتح لحد هنا كده، واقوم راسم اول ايه؟ اول قوس معايا. بعد كده اهوت اقوم واقف في التقاطع ده وافتح لحد هنا كده، واقوم راسم تاني قوس معايا. بعد كده اقف في المنفرجة التانية هنا كده، واقوم فاتح لحد هنا، واقوم راسم تالت قوس بالشكل ده كده. بعد كده اقف في التقاطع هنا كده، واقوم فاتح لحد هنا، واقوم راسم اخر رابع قوس بالشكل ده كده. يبقى انا كده رسمت الاربع تقواس بتاعتي او اربع اقواس بتاعتي، يبقى انا كده رسمت ليه؟ الاليبس كده. طيب في عندي اليبس تاني اللي هو الجزء ده، اللي هو جزء من الاليبس اللي هيبقى النص اللي فوق بتاع الاليبس. طيب ده على بعد قد ايه؟ بعد 17. يبقى كل نقطه، يبقى انا عايز ده ممكن ايه؟ هيبقى الجزء ده عباره عن ده وده وده، عايز اعمل لهم نقل بمسافه 17. يبقى اخد النقط دي، يبقى انا معايا اول كوس ده، اول كوس اللي هو ده، نقطة السنتر بتاعته اهي، ونقطة البداية، ونقطة النهاية، اخد لهم امتداد ب 17. بعد كده عندي الكيرف ده، الكوز ده كده، نقطة السنتر اهي، ونقطة البداية اهي، ونقطة النهاية، اخد لهم امتداد ب 17. بعد كده القوس الثاني، ادي السنتر، ونقطة البداية، ونقطة النهاية، اخد لهم امتداد ب 17. طيب تعالى ناخد الامتدادات دي كده باللون الأحمر. ادي أول قوس، أول قوس هنا كده، ده هاخد كده ب 17 اهو، بعد كده هاخد بده كده 17 تمام، بعد كده ده هاخد منه 17، نقطة البداية عندي النقطة دي هاخد 17، كله مايل بزاوية 30 خلي بالك تمام، بعد كده نقطة النهاية دي كده اهي هتاخد منها 17 برضو، خلي بالك انت بتاخد 17 وحدد نقطة، حدد نقطة، ما ترسمش الايه؟ ما ترسمش خط زي كده، حدد نقطة بس. بعد كده عندي هنا كده من النقطة دي كده هاخد 17،
وعندي النقطة التانية دي كده هاخد 17، يبقى انا كده جبت ايه الثلاث اقواس، نقطة البداية ونقطة النهاية والسنتر بتاعه. تعال نروح بقى ناخد بالخط العادي كده باللون الازرق عشان نعمل له امتداد، او خليه باللون الاسود. اقوم اخد البرجل هركز فيه، انا عايز اجيب السنتر اللي عايز اجيب القوس الكبير اللي زي ده. انا كنت من القوس القديم كنت بركز هنا، اقوم في القوس الجديد اركز على بعد 16، بعد كده افتح من هنا كده ولحد هنا كده، كده دي اول قوس. طيب عايز ارسم القوس اللي هنا ده الجديد اللي هيبقى هنا ده، قوس كان زي ده كنت بركز فين؟ بركز هنا، يبقى همشي 17 كده، يبقى ده القوس الجديد السنتر الجديد. اركز هنا كده واقوم فاتح من اول هنا كده اهو لحد هنا كده، من اول هنا دي اللي هي زي هنا دي بس مديتها 17، لحد هنا كانت اللي زي هنا كده بس مديتها 17. نفس الكلام اللي زي ده عايز ارسمه هنا، انا مديت السنتر بتاعه كده 17، ونقطة البداية اهي ونقطة النهاية اهي. خلي بالك نقطة البداية ونقطة النهاية بيقعوا على خط واحد، فمد واعمل نقطة. يبقى تيجي هنا تفتح من هنا كده لحد هنا، وتيجي عامل الكيرف بتاعك بالشكل ده كده، تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي انت تعمل الموازيات بتاعتك، تيجي كده بالمثلث 30 60 تقوم جايبه كده وتقوم عامل خليهم كده قريب من بعض، وتقوم بالشكل ده كده وتقوم راسم خط يمس الالبس الاول والالبس الثاني، ومن تحت كمان نفس الكلام كده تقوم عامل ايه تلزقهم كده اهو كده، وتقوم راسم الخط بتاعك يمص من هنا كده ليمص هنا كده، تمام. انا هعمله لك بالشكل ده كده اهو، بيمس الدائره الاولى ويمس الدائره الثانيه كده، بعد كده اهو واحد كمان اهو مماس للدائره الاولى دي ومماس للدائرة التانية كده، بعد كده أقوم ماسح الزيادة بتاعتي اللي هي الزيادة دي، والزيادة دي خلاص مش محتاجة، تمام كده. طبعا الخطوط دي كلها هتبقى إيه، الخطوط دي كلها خفيفة، أو أنت إيه متعملهاش خطوط، أعملها نقط بس، حدد نقطة البداية ونقطة النهاية كده. رسمت الأسطوانة دي، طيب فيها ثقب اللي جوه ده، عايز أرسم الثقب اللي جوه ده. طب الثقب ده بقطر قد إيه؟ بقطر 20، يبقى عايزين نعمل معين بنص بقطر نص الضلع، الضلع بتاعه طوله 20، خلينا نعمله باللون اللي هو الماجنتيك ده. هاجي هنا كده من السنتر ده، السنتر ده هو السنتر بتاع الاليبس اللي هو فاي 28، اقوم جاي من السنتر بتاعه كده اقوم ماشي كده 10، واقوم طالع لفوق 10، واقوم ماشي كده 20 القطر، واقوم نازل 20، واقوم ماشي يمين 20 القطر برضه، واقوم مقفل بالشكل ده كده، تمام. يبقى انا كده رسمت المعي، تمام. بعد كده عايز ارسم 7 في 8، انا معايا 7 في 8، خليني ارسم الاول ده كده زيه، امسح ده كده، او ممكن اطوله عشان اعرف السنتر لاين اللي انا قاطع معاه، واجي من هنا كده اطوله الناحية التانية، تمام. وهرسم واحد كمان من هنا كده اهو عشان ابقى عارف بس ده السنتر لاين وده السنتر لاين وده المعين اللي انا هعمل عليه. عندي كده الزاوية المنفرجة اهي والزاوية المنفرجة التانية اهي، وده التقاطع ده وده وده وده، اقوم عامل السبعة في تمانية، يبقى من هنا كده لهنا، تمام. ركز من هنا كده، ثواني ركز عشان دي انا بغلط فيه، فركز معايا. يبقى انت كده من المنفرجه دي لحد التقاطع ده، تقاطع المحور مع الضلع المعين، ادي كده ضلع السبعه، ادي كده جبت السبعه اهي، تعمل هنا كده، يبقى انت كده جبت سبعه، وادي التمانيه هنا اهي بالشكل ده كده، يبقى انت كده جبت سبعه اهي في تمانيه، تمام. طيب بعد كده تقوم جاي بيخليها باللون الازرق، هتقوم راكز هنا بالبرجل في المنفرجه دي وفتح لحد هنا كده، تمام، وتقوم راسم اول قوس، تمام. بعد كده تقوم ناقل على المنفرجه الثانيه وتقوم واقف من هنا كده لحد هنا كده، وتقوم راسم تاني قوس. بعد كده عندك التقاطع ده كده من هنا كده، تقوم فتح لحد هنا كده وتيجي لافف تالت قوس، بعد كده
الكوز ده طالع مش مظبوط، واقف عند دي كده من هنا كده وتقوم اهو تمام. هو في مشكلة ولا ايه؟ ثواني، انا هنا عامل دي كده لحد هنا اهو كده هتلاقي الظبط تمام. تعال نفتح البرجل من هنا كده، من هنا لحد هنا، خلاص اتظبط كده تمام. اخر واحد اللي هو اللي هنا ده، اقوم بالبرجل واقف هنا كده واقوم فاتح لحد هنا واقوم مقفل البرجل اللبس بتاعي بالشكل ده كده. يبقى انا كده ايه رسمته اللي هو بالازرق ده اهو تمام كده. يبقى انا كده ايه رسمت الاسطوانه بتاعتي اللي فيها ثقب. طبعا هتمسح الجزء اللي هو ده اللي هو الجزء يعني خلي الخطوط بتاعتك دي خفيفه، كل الخطوط المعين والسنتر لاينز خفيفه، والخط بس اللي هو الايه بتاع الاسطوانه ده اللي دي. ولو الدكتور بتاعك بيقول لك امسح خطوط العمل، يبقى انت تمسح كل خطوط العمل وتسيب الاليبس بتاعتك اللي جوه. لو بيقول لك سيبها، يبقى انت ايه تسيبها زي ما هي كده، بس تخليها ايه تخليها خفيفه مختلفه عن رسم الاسطوانه او الاليبس بتاع الاسطوانه. ده كده كان اول فيديو من فيديوهات الرسم الايزومتريك. اتمرنوا على الرسمه ديت، رسم السنتاج المساقط الثلاثه، وهسيب لكم الملف البي دي اف تحت الفيديو في حل التمرين ده علشان تتمرنوا عليه تمام. اشوفكم على خير باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.